بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، راح نكمل اليوم إن شاء الله الفصل الجديد اللي هو Chapter 16 Physics of Diagnostic X-ray. هذا الفصل هو إن شاء الله راح يكون فصل جديد راح نأخذه. بالألف وثمانمائة خمسة وتسعين رونغتون، العالم رونغتون، درس الأشعة الكاثودية في مختبره. درس الأشعة الكاثودية في مختبره. The field of radiology has three major branches. ما دام نتكلم احنا على الإكس راي فراح نتكلم على فرع الراديولوجي، فرع الأشعة. الأشعة تشمل ثلاثة فروع، Diagnostic radiology, radiation therapy, nuclear medicine. ايش نقصد diagnostic radiology؟ diagnostic radiology هو عملية تشخيص، استخدام الأشعة في تشخيص الأورام مثلا أو تشخيص العظام أو تشخيص أي شيء، ويستخدم في التشخيص مثل إيش؟ مثل الإكس راي العادية، مثل الدكسة، مثل المفراس سي تي سكان. هذول يستخدمون الأشعة اللي هي الإكس راي في تشخيص الأمراض إذا أكو مشاكل مثلاً بالعظام إلى آخره. زين، ثانياً راديشن ثيرابي اللي هو العلاج بالإشعاع. مثل إيش العلاج بالإشعاع؟ راديشن ثيرابي اللي هي هذه تستخدم في علاج الأشعة، في مثلاً علاج الكانسر، علاج الأورام. فنستخدم أشعة مثل عندنا معجل الخطي لينر أكسلريتر، نستخدمه أورام موجودة في أي مكان بالجسم مثل الرئة، مثل الكبد، البنكرياس، البروستات، أي مشكلة راح نستخدم بها العلاج كإشعاع كعلاج، فنسميها راديشن ثيرابي. زين، عندنا نيوكليير ميديسن. إيش نقصد بها النيوكليير ميديسن؟ هي راح تكون نستخدم النظائر المشعة في تشخيص بعض الحالات المرضية، مثل إذا أكو مشاكل بالغدة الدرقية نستخدم اليود المشع أو التكنيشيوم وإلى آخره. فإذا ثلاثة فروع في فرع الراديولوجي الضمة. الآن نتكلم على projection of X-ray beam. الإكس راي هذا إذا سألنا أحد مثلا أنا بالمستشفى طبيب يجي يسألني شخص يقول لي ما معنى الإكس راي؟ أشون الإكس راي يصير؟ شلون تحدث؟ ممكن اتعرض الى هذا السؤال. فبالتالي هاي سبيد الكترون كونفيرت سام اور اول اوف اتس انرجي انتو ان اكس راي فوتون وين اتس سترايك ان اتوم. اذا الكترون ذو تعجيل وسرعه عاليه تتحول طاقته أو جزء منها، طاقته أو جزء منها إلى إكس راي فوتون، إلى فوتونات من الطاقة عندما when it is strike an atom، عندما تصطدم بالذرة، عندما تصطدم بالذرة. زين، شنو توضيحه؟ أريد نعرف إيش هي الإكس راي. الإكس راي بصراحة هو من خلال ما تلاحظوا the main component of modern X-ray unit R. تتكون المكونات الإكس راي الحديث. إذا أيضا سألنا هذا السؤال شنو هي مكونات الإكس راي الحديث؟ إذا هو يتكون من أولا source of electrons. Source of electrons filament or cathode. إذا مصدر من الإلكترونات على شكل فتيلة filament فتيلة أو cathode. اعتبروا cathode. إذا مصدر من الإلكترونات. زين. ثانياً evacuated space جزء مفرغ. In which to speed up the electrons. أنا شريد من أطلق
الإلكترونات هذه من الكاثود، أريد في جزء فارغ حتى تمشي به وتتسرع به هذه الإلكترونات. زين، بعد ايش احتاج؟ A high positive potential to accelerate the negative electrons. بما أنه مصدر الإلكترونات أو الفيلمنت أو الكاثود هو سالب، ليش؟ لأن الإلكترونات، فأنا أحتاج إلى فرد قطبية موجبة اللي هي A high positive potential، قطبية موجبة حتى تعجل من سرعة جذب الإلكترونات السالبة، تسرع من سرعة جذب الإلكترونات السالبة إليها. بعد ايش احتاج؟ احتاج تارجت والانود. تارجت اللي هو الهدف او الانود، هناك الالكترون هو كاثود والانود راح يكون موجب. which the electron strikes to produce x-ray. اذا نحتاج الى تارجت اللي هو انود اللي راح تجي تصطدم الالكترونات بهذا المكان اللي هو بالانود حتى يعمل لي الاكس راي. زين، اذا نشوفكم الرسم. هذا راح يكون الرسم، هذا الرسم مثل ما قلنا لكم، اكو هاي فولتج سورس سالب وموجب موجود، عندنا ملي امبير مثل ما اشتغلنا بالتجربة مال الفصل الأول مال قياس المقاومة المجهولة تحقيق عن الأوم، كنا نسميه الأميتر، هو هذا نفسه يقيس بالملي امبير. وعندنا هذا الجزء السالب يروح إلى هذه المنطقة، هذه المنطقة هي مفرغة من الهواء، هاي المكان راسميها على هالشكل، هذا هي مفرغة من الهواء، بحيث أنه الجزء السالب اللي هو هذا راح يكون الفيلمنت، الفتيلة اللي سلط لنا الإلكترونات، وبعدين تروح وين؟ إلى الأنود هنا بهالمكان. الأنود ما راح يكون على شكل اسطوانة، وإنما راح يكون على شكل يشبه الطاسة اللي عندنا، مثلا شلون طاسة نشرب بها ماي، يشبه الطاسة بالضبط، مقلوبة هاي، يعني هذه الجزء الأسفل من الطاسة، فراح يكون على شكل دائرة، راح يدور من تشتغل الإكس راي راح تدور على المكان، فبالتالي الإلكترونات تسقط عليها، هي راح تدور مع دوران الأنود، راح تتكون الإكس راي هنا بهالمكان هذا. إذا نرجع، نرجع إلى مكان كنا نتكلم به. زين، in modern X-ray tube, the number of electrons accelerated towards the anode depend on the temperature of the filament and the maximum energy of the photon produced is determined by the accelerated voltage kilovolt. في الإكس-راي الحديث، الإكس راي الحديث، التيوب مال إكس راي الحديث، عندنا عدد من الإلكترونات راح نعجله. طبعا أنا أحتاج إلى عدد قليل من الإلكترونات، فبالتالي أول شيء الأنبوبة، هذه الأنبوبة مال إكس راي راح تكون مفرغة من الهواء، راح نفرغها بحيث أنه يبقى أقل ما يمكن من إلكترونات حتى نشتغل بها. الإلكترونات راح نشتغل بإلكترونات قليلة جدا، ومعظم الإلكترونات نحاول أنه نسحبها نطلعها خارج، يعني خارج المكان، فهي تكون أندر باكيوم، يعني هذا المكان أندر باكيوم، شوفتكم هي اللي بيها الكاثود واللي بيها الأنود تكون أندر باكيوم. زين، مفرغ من الهواء. ف الإكس راي تيوب قلنا the number of electrons accelerated toward the anode depend on the temperature of the filament. عدد
الالكترونات هذه المعجله باتجاه الانود، عدد الالكترونات هذه اللي تتعجل من الفيلمنت وتروح الى الانود تعتمد على درجه حراره الفيلمنت. اذا تعتمد على درجه حراره الفيلمنت، قد ما الفيلمنت عاليه الالكترونات اكثر. زين، بعد عدد الالكترونات هذه اللي تنتج تعتمد على ايش؟ The maximum energy or the maximum energy of photon produced is determined. وعلى أعلى ما يمكن من طاقة للإكس راي المنتجة اللي تحسب عن طريق تعجيل كيلو فولت بيك. هذا مصطلح جديد عندنا، هو عادل كيلو فولت بيك يعادل كيلو الكترون فولت، هو واحدة من وحدات الطاقة. فمن نتكلم نقول ان اكس راي تيوب اوبريتنج ات 8 كيلو فولت بيك ويل برودوس اكس راي وذ سبيكتروم اوف انرجيز اب تو ماكسيمم اوف 80 كيلو الكترون فولت. يعني انا اجي اسلط 80 كيلو فولت بيك على الوحده مالتي مال اكس راي، هذه راح تعمل لي طاقه تتحول هذه الكهربائيه والفولتيه الى طاقه تعادل 80 كيلو الكترون فولت. زين، لو كانت هذه 20 كيلو فولت بيك اذا 20 كيلو الكترون فولت، لو كانت 60 كيلو فولت بيك اذا 60 كيلو الكترون فولت، وهكذا. The kilo volt peak used for an X-ray study depend on the thickness of the patient. ثانيا، type of study being done. هذه kilo volt peak هل هي زيادة قليلة؟ قد قيمتها؟ وعلى ايش تعتمد؟ فهذه تعتمد الكيلو فولت بيك اللي مثلا هنا 80 كيلو فولت بيك، تعتمد انا ازيده نسبة الى ايش؟ الى سمك المريض، thickness of the patient. يعني شنو؟ يعني انا من اجي اريد اقيس الاكس راي مال شخص في فخذه مثل ما اقيس في ايده، لا طبعا بالايد انطيه طاقة قليلة، فانطي طاقة مثلا كيلو فولت بيك مالتي قليلة 40 مثلا انطي، بينما في منطقة الفخذ او منطقة الفقرات القطنية اللمبر سباين لا، راح المكان احتاج الى طاقة اعلى، فبالتالي ازيد. ولهذا الكيلو فولت بيك تعتمد على ايش؟ thickness of the patient، على سمك الانسجة الموجودة عند المريض. ثانية، the type of study being done. بعدين أنا تعتمد لإيش الكيلو فولت بيك؟ على نوع الدراسة اللي أنا أريد أعملها. أنا أريد أشخص رجل، أريد أشخص أقيس على إنسان، أقيس على حيوان، أقيس على عظم صغير، على كبير، وهكذا. زين، X-ray studies of breast اللي هو ماموغرافي are usually done at 25 to 50 كيلو فولت. اكو جهاز اسمه الماموغرافي، هذا يقيس مثلا اذا اكو مشاكل سرطان مثلا كانسر بالبريست مثلا، فبالتالي البريست هو عبارة عن انسجة، فاحتاج الى 25 الى 50 كيلو فولت فاحتاج. بينما while some hospitals use up to 350 كيلو فولت بيك for chest X-ray. أحيانا أحتاج إلى بعض المستشفيات تحتاج إلى 350 كيلو فولت بيك للchest X-ray لأشعة الصدر، حتى أشوف مثلا أكو مشكلة بالرئة، مثلا أكو مشكلة عندك بالرئة، أكو عندك مشكلة بالأضلاع، هل عندك إذا حادث مثلا حصل حادث مثلا
فبالتالي the intensity of the X-ray being produced when the electron strike the anode is highly dependent on the anode material. شدة ال X-ray البيم مع ال X-ray الحزمة, شدة الحزمة مع ال X-ray المنتج الشدة ماله produce when electron strike the anode is highly dependent on the anode material. تعتمد بصورة أساسية شدة ال X-ray على نوع مادة الأنود. هنا الأنود إحنا ما عرفنا إيش هو الأنود إلى حد الآن. فمن نقول نجي نكمل كلام مالنا, لاحظ أنه in general the higher the atomic number Z of the target the more efficient X-ray are produced. إيش قد ما كانت العدد الذري مع الأنود التارجت هنا أقصد به الأنود, التارجت هو الأنود, يجب أن يكون الأتوميك نمبر عدد الذري ماله عالي. لقد ما يكون الأنود العدد الذري ماله عالي راح يكون إكس راي ذو كفاءة عالية, راح ينتج لي إكس راي بكفاءة عالية. أنا أريد إكس راي ينتج بكفاءة عالية ليش؟ حتى يصور لي بالأشعة, يصور لي مثلا العظم إذا كان أكو فراكشر مكسور, أكو مشكلة به. أنا أحتاج إلى أن يكون الإكس راي مالي كفو. زين, the target material used should also have a high melting point. إذا أحتاج إلى أنه ما بس العدد الذري مال التارجت عالي, وإنما أحتاج إلى melting point اللي هي درجة حرارة الإذابة مال المادة تكون عالية. يعني ما خلال حرارة بسيطة ذوب الأنود. أنا ما أريد ذوب, أريد يتحمل حرارة عالية, أريد العدد الذري ماله عالي. ثانيا melting point يعني نقطة الإذابة ماله تكون عالية. Nearly all X-ray tubes use tungsten. معظم ال X-ray المستخدم يستخدم tungsten target. إذا ماذا tungsten؟ tungsten, the Z of the tungsten is 74. إذا العدد الذري ماد tungsten هو 74. والmelting point ماله تكون عالية, إذابات 3400 يعني 3400 درجة سلزية يلا يذوب. وهذا ينفعني ليش؟ لأن الإكس راي راح يكون بها حرارة عالية. زين, الباور اللي أنا راح أحصله من خلال الإكس راي, أنا أستخدم تيار, راح أستخدم فولتية, تيار قيسه بالامبير والفولتية قيسه بالفولت, وبالتالي الباور مالتي مال التارجت مال اكس راي اللي راح يكون على الهدف اللي راح احصله يقاس بالباور بي يساوي اي في في. هذا الرسم اللي تكلمنا عنه مال اكس راي مال واحد اكس راي. هذا رسم تكبير يكبر الصورة مال الأنود. لاحظوا الصورة مال الأنود, إنه الفيلمنت بهالمكان هذا يعمل لي إلكترونات تيجي تسقط على الروتيتنج أنود يدور بسرعة, وبعدين راح يولد لي الإكس راي هنا بهالمكان هذا, توليد الإكس راي بهالمكان هذا. أكو مبدأ عندنا اسمه Line Focus Principle. إيش نقصد بالLine Focus Principle؟ هو تقنية is used for increasing the area on the target stroke by electron to avoid overheating
without increasing the blurring or the X-ray image. اشوف يقصد بها هي تقنية line focus principle. اذا يجيكم سؤال عرف لي line focus principle تقول لي هو تقنية تستخدم لزيادة المساحة الهدف اللي هو هذا الهدف اللي هو هذا التارجت. زيد مساحة مع هذا التارجت اللي هو هذا تقنية حتى زيد إيها المساحة تقنية حتى زيد هذه المساحة. زين to increasing the area of the target struck by the electron اللي تسقط عليها الإلكترونات to avoid لتجنب زيادة في الحرارة لتجنب الزيادة في الحرارة without increasing blurring of the X-ray image. إذن هي تقنية تستخدم لنزيد لتكبير مساحة الهدف ساقط عليها الإلكترونات ولتجنب ارتفاع درجة الحرارة في التارجت بحيث أنه ما تكون عندي زيادة في بلورينج أو ذاكس بلورينج إشنو ضبابية يعني حتى أعمل يعني أطلع أحسن صورة وما طلعت ضبابية بالصورة مع الإكس راي إيمج الصورة الإيمج مع الإكس راي يكون ما بيها ضبابية تكون عندي واضحة. زين إيش قد هذا الأنود هذا إيش قد راح يفتر كم فرة بالدقيقة؟ The normal rotation rate of anode is 3600 rpm round per minute. 3600 راح يدور and heat is spread over a large area as the anode rotates. إذن راح يفتر الأنود 3600 يعني فرة بالدقيقة والحرارة سوف تنتشر spread over تنتشر a large area في مساحة كبيرة as the anode rotates. قد ما يفتر قد ما الأنود يفتر الهيت راح تنتشر الحرارة تنتشر أول مرة على هذه المساحة. When a short exposure is used the anode does not always make a full rotation at 3600 round per minute and thus it is full heat capacity is not utilized. ايش يقصد بيها؟ يقصد بيها انه عندما نستخدم جرعة قليلة short exposure is used يعني شنو؟ يعني لشغله مثل ما شغل السيارة بالأدير سلف تشغيلة بسيطة. اذا هاي التشغيلة البسيطة انا ما تفيدني حتى تخلي الانود يفتر ويعمل روتيشن كامل ويوصل الى 3600 راوند بير مينت. فانا اذا ما حصلت ال 3600 ما راح تكون عندي اكس راي منتجه. ليش؟ لان كان التشغيل بطيء كان تشغيل قليل فتره التشغيل والجرعه اللي انا اشتغلت بها قليله ما لحقت الانود يفتر ويعمل لي الحراره اللي انا احتاجها ولهذا ما راح تكون مفيدة هذه short exposure. زين for this reason لهذا السبب special high speed anode that operate at rate of up 10^4 round per minute were developed. إذن لهذا السبب سرعة عالية من الأنود أنا أحتاجه تصل إلى حدود 10^4 فرة بالدقيقة يعني 10,000 فرة بالدقيقة أنا أحتاجه حتى الأنود يفتر بصورة طبيعية ويعمل لي شغل جيد وبالتالي since any rotating object can cause vibration if it is not carefully balanced. إذا كان هذا الدوران الأنود غير متوازن
فبالتالي ما راح يعمل لي صورة جيدة. راح يصير عندي vibration، يعني اهتزاز بالصورة، وما راح يكون متوازن، صورة غير متوازنة راح تكون مشوشة، صورة مشوشة. جيد. الريزونانس والأكر يحصل عندي الرنين at exactly the operating frequency of 10.4 راد بير مينت. الرنين يحصل عندي في حدود 10.4 راد بير مينت، 10,000 فرة للأنود بالدقيقة. زين. الآن أكو عندنا عالم اسمه بريمسترالينج. هذا العالم بريمسترالينج وجد أنه عنده أكو تقنية when one of the electrons get close enough to the nucleus of the target atom to be diverted from its path and emits an X-ray photon. It is also means breaking radiation. هذا العالم بريمسترالينج يقول أنه عندما أحياناً أحد الإلكترونات اللي هو هذا الإلكترونات، أحد الإلكترونات إنرجيتك يعني معجلة، إنرجيتك إلكترون يعني إلكترونات معجلة أو مسرعة، فإذا كان سريع جداً، إذا كان سريع جدا هذا الإلكترون، فيجي يصطدم بإيش؟ يجي يصطدم بالأنود، هذا الأنود، هذا نواة الأنود. زين، إذا جاء اصطدم، حاول أن يصطدم بنواة ذرة الأتوم، فراح يكون طبعا الإلكترون سالب، نواة موجبة، بس أكو طاقات موجودة بالشيلدز اللي هي الـ M والـ L والـ K، طاقات مترابطة كربطتها للذرة بصورة عالية، فبالتالي هذا الإلكترون يجي قريب من النواة، يقترب من النواة get close enough، يعني قريب من النواة nucleus أو the target، الهدف atom to be diverted، راح ينحرف from its path، ينحرف عن مساره، ويطلق لي، عندما ينحرف راح يطلق عن X-ray photon، راح يطلق يعني مثل ما واحد جاي سريع سيارة سريع ويجي على مكان وفجأة يدوس بريك، مثلا لا يطخ فرد شارع رصيف كذا، الطاقة مالته بددت عن طريق البريك، هنا الطاقة تبددت عن طريق هذا الإشعاع اللي هو أشعة يسموها بريمسترالينج، فالأشعة راح تطلق بهذا الاتجاه. شوفوا الرسم مال إكس راي، شوفوا يكون على شكل موجة، هذا نسميه بريمسترالينج إكس راي فوتون، وطبعا الالكترون اللي كان ذو طاقة عالية راح يروح بجهة ثانية، راح يكون الكترون with less energy، مع طاقة قليلة. هذا الإشعاع أحيانا تسمى breaking radiation. فإما إذا يجيكم سؤال ما هو breaking radiation، هو نفس التعريف مع أشعة بريمسترالينج. زين، احنا الى هنا ان شاء الله راح نتوقف، اذا عندكم اسئلة اكتبوا لي هي، وايضا اكتبوا لي اسماء الحضور مالتكم ان شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله، ونكمل المحاضرة ان شاء الله غدا بإذن الله تعالى. شكرا على التواصل.